باوزر روزا يا اخي مساكين ماريو سونيك مساكين اللي عندهم الماتش اب كذا سيء يعني صعب عليه انه يسوي شيء فهمت اي فيحتاج انه يضطر على هذا يغير والحين عندنا عماد ضد اس 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 ولقاء الاحباب الحين صار كويس بعد زام ارجع ارجع المباراة All good guys قاعد يقول كويس هذا اسمه حيدرا ان شاء الله كويس ما تمام هذه هذه بوتنشلي اخر مباراة قبل التوب 8 لو نشوف الفايز يوصل توب 8 صح؟ ايه خلينا نسوي بس ريفريش البراكت عندي بعزام حطيتنا براكت اليوم عماد شفناه كثير على الستريم نعم شفناه كثير على الستريم عماد اليوم ايه لانه لعب ضد ناس كويسين كثير ترى هو بوتنشل لان السيد حقه نازل حطنا اوكي انا توي رحت جيكت على هذا اخر جيمين خلاص حيكون هذا هذا الجيم بوتنشل اخر جيم اون ستريم قبل التوب 8 واراش قاعد يلعب مع ابو شاهين اوف ستريم اراش قاعد يلعب مع ابو شاهين ها اوف ستريم اللي هو ميوتو باوزر صح ميوتو باوزر يا اي اراش اللي ما تكلمنا عنه انه ما طلع ستريم اليوم هو كان قال وده يلعب اوف ستريم فخلنا يلعب اوف ستريم لكنه هو ما شاء الله تبارك الله اقدر اقول يعني وانا واثق انه هو احسن ميوتو في الرياض احسن ميوتو وشو في الرياض في الرياض اي روعه روعه لعبه روعه من الناس اللي تحسنوا كثير مره عن بدايه البطولات اي طبعا شوف ما شاء الله بوتنشل يقدر يوصل توب 8 يعني اكثر من كذا يعني هو فعليا يعني اذا فاز الجيم الست اللي قاعد يلعب ضد ابو شاهين راح يوصل توب 8 يس. عشان يباري هشام اي شوف 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 توب 8 عندك هشام ضد اراش اذا بوتنشل أي. وعندكم الكويت راح يكون زاش ضد الفايز بين هالاثنين اي يعني بوتنشل ممكن تكون من كلهم من نفس الريجن اي ممكن أنا ما أدري إذا السيل رايد موجود بالشات بس يعني أخي أتوقع شفت الميوتو ماله ميوتو ماله عجيب والله طيب. أنا عجبني الميوتو حقه وميوتو حق أس أس بعد ميوتو حق أس أس مرة قوي مرة قوي حق سعودي لهذا نقولهم يقللون الكوتشنج شوي بس اشوف الجمهور الشات اشوف قلوب حب حق اس 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 خلينا نشوف شباب الشات اذا قاعد تسمعوني اذا قاعد تشجعون اس 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 نبي ارقام اعطوني ارقام نقول واحد حق اس 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 واثنين حق عماد انا اصلا ما ادري اذا قاعد يشتغل المايك ولا لا هذا لي يوم باتن تشيكن الظاهر لا مو مطول شوي في الكوتشنج فراح نخليه يوقف هو المفروض ان يعني متحدد الست مالهم من مده اي يعني اعطى كوتشنج قبلها ما عليه الاحتياط واجب عموما في النهايه اذا تبي تشوف يعني صاحبك يؤدي ويفوز اي لازم اكيد راح تسوي كوتشنج في كل لحظه إيه. شوف الشات الكل قاعد يشجع اس 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 بالشات واو اس 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 جمهورك كثير شوف وحدات جولدن بوي ورا الجولدن بوي جولدن بوي طيب احنا الحين شفنا هشام ضد عماد بالوينر صح؟ ايه علقنا عليه يس شنو تتوقع هالمره راح يصير؟ اتوقع والله اعلم ان هشام مو هشام اقصد سعود سعود عنده اكسبيرينس اكبر بكثير ضد كلاود من هشام فاتوقع راح يعني الحين ما حيتغير كثير مره ايه حتشوف البنشات اعلى ايه اقوى من سعود من اللي كانت هشام الليج تراب والليج ترابينج اقوى بعد ايه ايه ف بوتنشلي اشوف ان سعود ممكن يتعب مره عماد شفلون ليش ترابينج غلط في اي هي جت سترونج بس حلو هذه باكر حق افتلت هذه هذا فرنت تراب وايد زين ايه حلوه ويرد يدش له نايس تك ان
سلام يا اخي والله استخدام عماد حق الداونر اليوم عجيب. وايد ناس يعني بعد ما يعني انكشف لعبة داونر بكلاود بطلوا يستخدمونها، بس عماد للحين يستخدمها بطريقه وايد حلوه، لان هي بنفسها ميكسر، هي فريم تراب ميكسر في الوقت، تسرعها تقدر تبطلها تقدر تكنسلها ما وايد حلوه وايد وايد حلوه يعني مره ما شاء الله. اي لا 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 الاشطب حلوه ماشي باكر. اخر الباكر لاخر لحظه بس طبعا الماتش اب باكر دوج حلو 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 يا الله الريفرس كان مو طبيعي. سلام الفير برا الستيج يصرف الليمت ماكو بنانه الليمت مره يفرق بناتش هذا مره يفرق. اي اي ابثرو ماكو شوف هني سلنكلا ما سوى فرترو ما قطى برا لانه كان يعني متوقع انه يعني عارف راح يسوي دي اي ان حق الابثرو يس او يعني دي اي مثل اللي تحت او شيء. نايس سلام داشتك حلو عشان يغطي الليج داشتك احلى ما فينا اكتف لمده طويله في مال كلاود بس ويضرب تحت الليج. اي يعني ينفع البريشر اللي يمسك الليج ويطول فتره عرض داشتك على طول. اي حاليا اس 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 قاعد يدور عن الداون تلت هذه يبيها اب سماش على طول. سلام داون تلت اب سماش يس حلوه نايس جابس. للحين يعني عماد ترى يعني يقدر يسكر الستوك هذا مثلا نقول باف سماش او حتى مثلا بوتنشلي اب سماش مثلا على سايد بي مثلا ولا شيء. سلام حلوه حلوه يمكن هني كان قصدي يعني بيفت جراب يعني الاف تلت كانت حلوه بس يعني ما كانت راح تذبح. توقعت ممكن يسوي بوتنشلي اف ثرو مثلا او باك ثرو برا الستيج. اوه ويصيده حلوه الاف تلت روعه بحت يا الهي. هذه لفها ما هي اب تلت عاديه لانه هو سوى بيرفكت بيفت بعدين سوى اب تلت. اي الفرق اسرع الهيت بوكس اللي قدام اسرع من اللي ورا. فيعني ما مدى يسوي لها دي اي. يس ممكن والله عاد هذه حركات ديدي اب تلت مالته وين يمديك تسوي لها دي اي سريعه حيل اب تلت حق ديدي السباق. اي تطلع مدري فريم مره بدري تذبح ليش ما ادري صراحه وتكمبو وكل شيء حلو الابيض يعني. جاجل جاجل نايس ما قدر يحصل ال 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 الكانسل من البينت جان حلو. حاليا عماد يدري انه خلاص هو حاليا كروس سلاش واحد راح ينهي الستوك. الله اكبر حلو داش اتاك حاليا اس 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 يعني يدري انه يبي ياخذ راحته على الاخر. شو ما طلع ولا بنانه يدري انه كلش مو وقت بنانه لو اخذ فنش على بنانه خلاص لا تت بالضبط. طبعا ريكفري حلو سلام عليك جميل 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 سواله فيد اوت قال يلا ابعطيك فتشه خذ راحتك فكر شويه بعدين امسكها يلا روح حلو من عماد عزام تغيرت هذا الصفاو ولا شيء لا لازم نطفيه خلاص عفته بيت حنغيرها عشان البكسلات هذه من نعتذر من الجماعه اللي قاعد يتفرجون البكسلات البكتشر هذه نحاول نصلحها ان شاء الله في التوب 8 اي اعذرونا حلو. طبعا انا اعتقد الحمد لله انني تقريبا كويسين على اون تايم يعني ما عندنا مشكله. توب 8 اللي بيتفرج ترى التوب 8 حتكون الساعه 9 ان شاء الله يعني بعد ساعه تقريبا الان حناخذ بريك للشباب اللي بيحبون بريك ونرجع لكم بعدين. فخلنا نكمل المباراه هذه ونشوف ايش يصير. اشوف تغيير الدي كي مره ثانيه كوتشنج طيب اوه دنج دنج اوكي الحين اسمحوا لي يعني هذا الشرف البايس مليون الحين كيفكم والله هذا الحين هذا الحين دنوج هذا الجولدن بوي مساله شرف هذا الثيم هذا الثيم الحين ولك تعال انت وين رايح تعال بس عاد خلني اتكلم عن الماتش ماتش ايه؟ سيء مره ذيك تقريبا لا 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 ليه ما عندك عندك اوبشنز كويسه يكون بعلمك بس طول ما كلاود عنده ليمت الدينج دونج تشتغل عليه اوكي اوه دينج دونج ياس بس الحين اذا ترى صار قراب بس خلاص مات يا الهي اقول لك انا جاب حق قراب بس حصل جاب الثاني بالغلط والله خلاص خالد ما عاد في بايس الحين والله ما حد لا تقول لي هذا النوتش ليتس جو بيبي ها مخادع ترى والله شويه دنوتش يغش شويه مخادع اي مخادع عرفت يعني الموفمنت ماله اوه يا الهي باي بلاك دينج دونج والله لا والله لا تقول لي برسنتك 20 برسنتك 80 عندك ليمت راح تلبس ترى ان الليمت عنده اصلا كارغو تروح حق سماش وات
What kind of sorcery is that? شفت شلون؟ طبعا يعني الشات وقف بس يعني اسفين. اي المعذره يعني الشات حاليا وقف معانا بس همن ما زلنا معاكم بث مباشر وحاليا تشوفون دنوش يحصل تريب هذه الباكير واحده ثانيه ينزل حاليا يعني اوه لا هذا ريد قوي كل واحد قاعد يشحن مكفاله الله اكبر عليك يا جولدن بوي وشو ذا هاك عنف على صماخك هنا وش العنف هذا لا تقول لي لا تقول لي هذا شوف هذه هني خلاص صارت مسألة روح مو بس مو 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 بثلاث ساعات طبعا الحين تشوفون الكوتشينج وس 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 ها واو من جد الحين عرفت لي يعني قاعد احسب لهم عبد العزيز عرفت جالكسي قاعد يكلم اساس يقول له سو بيفت كراب بيفت كراب اسمع 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 بيفت كراب بيفت كراب بيفت كراب قاعد يقول له انت 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 سو جابس بعدين اب اير بعدين انطر اير دوج بعدين اب اير ثاني اب اير اب اير لا تنسى اهم شيء ركز جاب واب اير هذه حلاوتها وطبعا العصير اللي بيدي ما راح تاخذه انسى اي حتى شوف سعود يقول له لو سمحت شربت عصير لازم تشربني وسعود وسعود قاعد يشرب شاهي بعد مروق على الاخر خلنا نحاول نطلع الشات ها شبك شبك ان شبك ان ترجع لكم الشات حس سعود ما يبي لا 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 شباب شباب خلص. شباب لا لا لحظه لحظه من ساعه لما جينا نلعب قالوا ان القانون هذا مو مطبق من اللي قاله فورك وش القانون المطبق عبد العزيز وش قلت لهم عبد العزيز عنده هي هاز ذا كول ما اقدر اقول شيء اي لا لا يعني لا هو مو عن شيء بس لان عرفت اللي يعني ما تغير لازم اي لازم يعني في نص البطوله خلاص يعني القانون ثابت حتى مثلا لو كان ما يعجب اللاعبين ولا غيره يعني معذره لان عشان تكون فرصه متساويه حق الجميع يس اذا عبد العزيز قال شيء خلاص معناته ما نغيره اي الوضع محرج خلينا نشوف ايش طلع الاراش ابو عزم حطنا البراكت طلع الشات بس دامهم قاعدين يسوون شات ده. حلو هذا الشات كاهو قدامي يلا ونشوف رجع رجع احلى شيء اني بطلت الشات وكيلكس قاعد يتكلم يا بس يا سلام يا كيلكس هذا احلى شيء طول الوقت كيلكس موجود البراكت ابو عزام في براكت شوف دي اس ار مو متطبق يا جماعه دي اس ار مو متطبق اللي فاز على ستيج يقدر يرجع له وهذا البراكت كاهو قدامكم اراش ابو شاهين ما ادري ايش صار عليهم ابو شاهين بسوي ابدا شاهين منو فاز؟ منو فاز؟ انت ولا اراش منو فاز؟ اي ابو شاهين طلع اراش 2 او فمعناته ان ابو شاهين الحين راح يلعب ضد تربل 7 اذا فاز تربل 7 لا تربل 7 فاز اي صح 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 عرفت؟ الفايز من الاثنين دول راح يبارك هي زاش احسبك قلت تربل بس لخبطت اي اوكي يا الهي دنوش على اي لا لا ما زال الوضع دنوش طبعا حط ببالك ان ابتل دنوش تغطي البلاتفورم كامل ياس ياس اوف اوف ولك مصاص اوف معلش يعني ترى هذا اسم الباكير عندنا بالكويت اوكي وي تيك ذوس اي تعرف الطفل اللي مصب عليه نفس الشيء اوك طبعا الحين في احتماليه دينج دونج دينج دونج لا 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 مات مات لا تقول لي ريج لا تقول لي سبارك احمر يا الهي خلاص هذا القرد معصب اي لا لا مو معصب شوفه قاعد يضحك لك تحت ولك يس ولك شوفه زهري يس يس واو ترى بوكسينج شويه ها اي بوكسينج وغدار ايوه مسك يا الهي يا الخداع يا الهي يا الهي ابتلت اوكي انا ابتلت ثانيه اقدر اقول عبالك ما اسوي وحده ثالثه ها عبالك ما اسوي وحده ثالثه تعور اوكي عماد عماد عنده يقدر يسوي كروس لاش يخلص كروس لاش سكته الحين صح الحين حاليا شوف يعني اوه حلوه لا حد والله يعور حد حد ذبحت والله يعور يا جمهور حد حد ذبحت جميله جابس اي اوه بفتكم حلو حلو عماد شوي شوي قايرتها شوي شوي ابتلت ما ينزل ما ينزل اوكي نزل يرد مره ثانيه اوه الاسد بالغلط هذه خطيره اتوقع بالغلط اتوقع ما اعتقد مقصوده الحين لازم يصرف الليمت اسرع سريع شوف غلط انك تخش الليمت ضد ديكي غلط غلط مسكه
المسكين جاي اوه ولا لايلات لايلات الله اكبر مو معقول 3 وات از ذس دي كي اقدر اقول بصوت عالي يعني خصوصا ان عندنا بورد بس اس 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 هو احسن دي كي في الخليج ايزي ما يبي لها كلام يا عمي اس 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 روعه بس ها لحيه فورك اقوى رقم واحد اي استير استير اس اس تير او ماي جاد عرفت لا اس 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 تير اوكي اس 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 تير بعدين طيب انت 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 شوف اس 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 ماينس ماينس عرفت مو بعيد قريب حلو الحين عندنا خلاص التوب 8 نعرفوا شكرا على الاعلانات اخ وليد شايفين هالكوب الجميل ياس ترى ببلاش الحاضرين ياس توب 8 احنا 9 9 فانا بنعطيكم شويه وقت عشان بريك للعيبه حلو يتعشى يصلي كل واحد حي يعني اللي تشوفونه عندنا برضو جوائز للمحاضرين نسوي سحب كل الموجودين عندهم جوائز اللي ما جو ما في جوائز وبس معناته ابو عزام حطنا شاشه بريك وبس خلينا نشوف بس التوب 8 مره ثانيه المباريات عشان نعرف اي هو المفروض يكون عندنا بالوينر سايد موم راح يلعب ضد موم راح يلعب ضد سناك ياس وتوكي راح يلعب ضد جالكسي وباللوزر عندنا راح يلعبون 777 ضد بوشاهين واس اس اس ضد زاش ياس عندنا اثنين من الرياض في التوب 8 اي التوب 2 عندنا في الرياض اثنين توب 8 يعني أي. الحمد لله وعندنا من جده في ولا واحد بس اثنين واحد انا مستانس ثلاث كويتيين يو ثلاثة وصلوا التوب 8 روعه روعه اي يعطيكم العافيه يعافيك بنوقف يعني بريك شوي ان شاء الله بعزام بس حطنا نستاذنكم يا جماعه خلكم موجودين ان شاء الله نرجع الساعه 9 ان شاء الله الساعه 9 ويعطيكم العافيه